يا جماعة أنا بكرر هالموضوع 100 مرة، وهو يقول لهم الله الله في الصلاة. الصلاة ترى الصلاة مو بسوالف. حنا بعضنا يتصور لما نكرر الصلاة يا أخي أشغلتونا. يا جماعة الصلاة علاقة بينك وبين الله. الله ارتباط الدنيا بالسماء، ارتباط الأرض فوق. الصلاة صلة بين العبد وبين ربه. الصلاة نور. بعض الناس اليوم في ظلام مظلم طريقه، والله لن يجد النور ولا الإضاءة إلا في صفوف المصلين. تبغى التوفيق؟ عليك بالصلاة. تريد الوظيفة؟ عليك بالصلاة. تريد الرزق؟ عليك بالصلاة. تريدين الستر؟ عليك بالصلاة. تبغى هداية عيالك؟ عليك بالصلاة. تريدين هداية زوجك؟ عليكم بالصلاة. الذي لا يصلي الله لا ينظر إليه ولا يزكيه ولا يكلمه. الذي لا يصلي انقطعت الصلة بينه وبين الله. الذي لا يصلي فك البنيان الذي يتظلل به. الذي لا يصلي انقطع النور عنه. يقول ابن القيم: منذ أن تقول الله أكبر ينصب الله وجهه تلقاء وجه عبده المصلي. وترى النور اللي ترونه في وجوه الناس بعض المؤمنين الصالحين بسبب نور الله الذين هم يصلون. الذي لا يصلي انقطع القرب من الله. كلا لا تطعه واسجد تحت في الأرض، ومع ذلك يقول اقترب، وانت ساجد في الأرض يقول اقترب. كيف اقترب وانا نازل؟ لأن سجودك بين يدي الله اقتراب من الله. يا بنات صلوا الصلاة في وقتها. النبي ما غضب غضبا على أحد إلا حينما يخالف التوحيد وحينما يترك الصلاة. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وصى النبي بها عليه الصلاة والسلام في بداية حياته وعند موته. هذا جبريل يأتي أول ما جاء وأخبر أن الرسول أخذ ثم ضرب الأرض وتوضأ مثلي وصلي يا محمد مثلي. لأن ارتباطك بالسماء يجب أن يكون عن طريق هذه الصلاة. أنصح الآباء كونوا قدوة لأبنائكم. إذا أذن المؤذن امتطوا الطرق وخذوا أنفسكم إلى الطريق وامشوا في مناكبها. قال بعض العلم امشوا في مناكبها إلى الصلاة. يا بني آدم خذوا زينتكم، زينتكم عند كل مسجد. تستعدوا عند كل مسجد، بعض العلماء قال عند كل صلاة. خذ زينتك استعد لها، بمعنى تهيئ لصلاتك. يا أخي ارتبط بالله. الله أكبر لذة، ما لذة والله لا تعقبها لذة. والله ما يعرف قيمة الصلاة إلا من صلاها حقيقة. اللي تاركين الصلاة ضايعين. حياة أخرى، ارتباط بالله فوق علوي. والذي لا يعرف الصلاة ضايع. بل الذي لا يصلي ترى لا يؤكل ولا يزار إلا من باب الدعوة والنصيحة، ولا تؤكل ذبيحته، ولا يدخل مكة وحرمها لأنه نجس. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإذا مات لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. نعوذ بالله من غضب الله.